وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. يقول هنا سؤال من الشبكة: هل يجوز قول الشيخ فلان لمعلم التجويد؟ وعلى من يطلق هذا؟ قول الشيخ فلان إن كان كبر سن أو كذلك تخصص في هذا العلم، فإن شاء الله مما جرى به عرف أهل العلم أن يقال لمن هو كذلك أنه شيخ. لو كان حافظا للقرآن ومعلما له فهو إن شاء الله شيخ في القرآن، فمعنى الشيخ مقيد. والأمر في هذا الباب وسط، لا ينبغي أن يكون فيه مبالغة، كما لا ينبغي أن يكون فيه كذلك تشديد زائد عن الحد. فليس كل أحد يقال له شيخ، حتى لا تختلط الألقاب ويغتر الناس بمن لا يصلح أن يكون مرجعا للناس في مثل هذا الباب. وفي نفس الوقت كذلك لا ينبغي التشديد حتى يمنع من يستحق مثل هذا اللفظ، بل هذا نوع من الغلو والمبالغة التي لا ينبغي. وفي الحقيقة الكثير من أهل الحق يستحق هذا اللفظ، لكن تواضعا وكذلك دفعا لمفسدة قد تقع بمثل التساهل بمثل هذا اللفظ، فلذلك قد يتورع بعض الناس ويرون أن الأصلح ترك مثل هذا التعبير. ولا يعني ذلك أنه إذا وقع فقد وقع شيء من الخطأ الذي يكون معه منع أو تحذير أو خلاف حتى، فالأمر وسط لا إفراط ولا تفريط. فالخلاصة إذا كان كبيرا في السن وحافظا للقرآن ومتفرغا لتعليمه فهو إن شاء الله شيخ ولو بالمعنى المقيد، والله أعلم.